شكرا لكم طلابنا الاعزاء الابطال. اليوم محاضرتنا مثل ما وعدتكم بالفيديو الاول قلت لكم انشر مو بس شرح مواد، بدل ما تدخل دورات وتخسر وتدور واحد يعلمك شلون تقرا او تلفظ، راح بهذه القناه راح انشر لك كل فتره انشر لك فيديو عن حرف، هذا الحرف شرحه امثلته شلون يلفظ. وبالمناسبة في الملاحظة طلاب هاي الحروف اللي اكتبها والملاحظات راح تخليك تضبط من قراءتك 70%، وهي ليس يعني ملاحظات عامة وليس شائعة، وإنما تساعدك على اللفظ بصورة شوية صحيحة وتفيد أكثر شيء طلاب من الصف الأول المتوسط والثاني والثالث، لأن الواصل الإعدادية أكيد يعرفهن ويعرف يقرأ، فهم تفيد اللي ما مر عليه. فتابعوني على هذه القناه انا راح انشر لكم الحروف. اليوم ناخذ اول حرف بالملاحظه، الحروف باللغه الانجليزيه تتكون من 26 حرف. اكيد كلنا نعرفها. هذول ال 26 حرف ينقسمون الى قسمين. القسم الاول يسموه الحروف الصحيحه هو 21 حرف، والقسم الثاني الحروف العله وهي خمس احرف A O U I اي، هذين الخمس الحروف العله. فحسب اللفظ عندي حروف بيها ملاحظات هواي، بيها اكثر من وجه اكثر من لفظ حسب الملاحظه، واكو حروف صريحه يعني مثل حرف البي هو دائما يلفظ ب ب ب بينما حرف الاي لا. فتابعوا وياي انا من اوصل للحرف اقول لك هذا الحرف بملاحظات او حرف صريح، يعني صريح يعني غير ملاحظ يعني ما بي اي ملاحظه. هسه تعال وياي اليوم ناخذ حرف الاي. انتبه طلاب هذا حرف الاي، هذا كابيتال هذا سمول. خلينا نشوف ايش يلفظ هذا الحرف. بخمس اصوات، الصوت الاول يقول لك حرف الاي الاي في اغلب الكلمات اغلب الكلمات يلفظ مثل حرف الألف في اللغة العربية، اللغة العربية حرف الألف في أغلب الكلمات يلفظ مثل حرف الألف في اللغة العربية. حرف الألف في اللغة العربية شلون يلفظ عندنا؟ شلون يلفظ؟ مثال هذا يا حرف ال و A N D. هنا حرف الاي شنو هو يا صوت؟ حرف الالف ا ان و ا لا و ان و دي لاند 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 معناها ارض او موقع لاند. مثال اخر بس نغير حرف ال نحطه مكانه حرف H. ايش راح يصير؟ يلا فكر. يعني نفسها الاي تنزل والان والدي. ايش صارت؟ هاند هذا حرف الاي. هاند معناها يد. هاند معناها يد. واضح هاي الملاحظه؟ طلاب سهله ما فيها شيء. نجي للصوت الثاني، هسه عرفنا. الصوت الأول اللفظ آ، الصوت الثاني يطلع صوت الفتحة يلفظ مثل الفتحة يلفظ مثل الفتحة باللغة العربية. الفتحة باللغة العربية بتلفظ آ آ، شلون فتحة آ باللغة العربية شو وقت يلفظ مثل الفتحة؟ مو دائما بس اغلب الكلمات. ايش وقت؟ اذا جاء في بداية الكلمة. في بداية شنو؟ الكلمة. خلينا نشوف شلون يجي بداية الكلمة، يعني هنا يجي بالبداية كلمة اجى بالبداية هنا شو اللفظ؟ مو ا، لان اجى بالبداية ابو ا بو مقارن لصوت الفتحة مو مثل أبو أبو أو شنو أكشن
action action apple. واضح كلام؟ نجي للصوت الثالث. الصوت الثالث اذا جاء المقطع اي 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 اغلب الكلمات اللفظ مثل الكسره. شو الفرق شنو؟ مثل الكسرة أغلب الكلمات، وإنما مو كل الكلمات، أغلب الكلمات مثل read. شفت هنا حرف الـ A؟ شو طاني يا صوت؟ يا صوت حرف الـ A طاني؟ E-A انطاني كسرة. read ما طاني حرف الألف A ولا طاني A، لا قلت read ولا قلت را. read كسرة. read بعد مثال آخر ميت ايضا شنو؟ ميت كسر. لحم هنا يقرا معنا. واضح الكلام؟ الصوت الاخر يعطينا صوت الاي نفسيته. صوت يلفظ تصير يلفظ اي. شو الفرق؟ اي نفسي اي. هنا بالبدايه ما عرفنا صوته الحقيقي شنو. مشينا وياه اول يوم قال ثاني يوم قال اي، ثالث يوم قال كسره. بالملاحظه الرابعه عرفناه هو مو اسمه اي، يلفظ اي نفسي. بس شو وقت يلفظ اي؟ انتبه لهذه القاعده الصغيره راح اسوي لك اياها. مو دائما القاعدة شو تقول؟ إذا شفت حرف الـ A بعده حرف صحيح صاد، يعني شنو؟ حرف صحيح. بعده حرف E، بعده شنو؟ حرف E، يلفظ A. ناخذ مثال، المثال الآخر هذا يا حرف M، هنا هذا يا حرف A، هنا صوت الـ A، شو تطيب يا صوت؟ يا صوت ما ندري، هل هو هل هو فتحة؟ مو فتحة أكيد لأن مو بالبداية. هل هو كسرة؟ أكيد مو كسرة لأن ما جا وياها حرف إي. فإذا خلينا نشوف نكمل الكلمة ونشوف شنو اللي جا وياها. هذا يا حرف كي، كي يعتبر صحيح وجاده حرف الأي. الفضة أم وأي مي وكي ميك. ميك معناها يصنع او يجعل. ميك ماضيها شنو؟ حرف الدي الكي قلبه الى دي صارت بالماضي، هذا يعتبر من الافعال الشاذة. ميك ميد هم صنع بالماضي صنع. هذا حرف الاي. هنا هسه مراجعه سريعه للحرف الاي. هنا اللفظ هنا لفظ A land hand، هنا لفظ A apple action، بعد مثال aim 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 معناها هدف، action معناها حدث أو حركة، apple تفاحة. طلابنا الأعزاء هنا لفظ كسرة لأن جاء وياه aim، بس مو دائما مرات اللفظ ايه، بس اكثر الكلمات كسر. ري ميت هنا اجى صحيح زائد حرف الاي يعطيني صوت الاي. ميك ميك انتهت ملاحظات حرف الاي لهذا درسنا اليوم. اخذوا لهم باعوا لهم مراجعه لقطه سريعه لكل الملاحظات. أكيد كتبتوهم ويانا، إذا بالدفتر إن شاء الله كتبوهم وتابعونا، إن شاء الله بالفيديو القادم تابعونا، أنزل لكم حرف البي، نسألكم الدعاء.